السلام عليكم واش اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في الجزء السادس من نفسية حراك. كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الخوت بزاف طلبتوا مني الجزء السادس، الجزء السادس وحنا غنديروه. المهم الخوت فين خلينا اخر مره هو اننا عبرنا الحدود الصربيه بنجاح ومشينا لثاني فيلاج بعد ما انك كتدخل الدوله ديال صربيا اللي هو اللي فيه الكام واللي سميتو بيروت. مشينا لذاك الكام واكلين شاربين ناعسين، كلشي فابور بخير وعلى خير، كلشي موفر في داك الكام. الخوت كتلعب الكره، كاين معدات ديال لاسار باش تريني، كانت اجواء زوينه الخوت. استراحينا لانه كنا جايين ضاربين الطريق بزاف، ضربنا اكثر من 20 كيلومتر بعد ما اننا عبرنا الحدود ديال صربيا بنجاح. لحقاش الخوت بقينا جايين غير مع السكه ديال التران، والسكه ديال التران فيها واحد الحجر كبير الخوت، واحد الحجر كيعذبك في رجليك. المهم الخوت كنا تقاتلنا وعضينا في الصبر وتحاربنا وكافحنا حتى وصلنا. ضربنا في داك الكام يومين الخوت، كان ثاني نهار قصدنا فيه المحطه ديال الكار باش نقصدوا ان شاء الله بلغراد العاصمه ديال صربيا. المهم الخوت كانوا اجواء زوينين في داك الكام، لقينا بزاف ديال الدراري، بزاف ديال الناس تعرفنا عليهم، كله كيعاود لينا كيفاش المعاناه ديالو توصل لديك النقطه، كيفاش عاش، كيفاش التجارب، كيفاش كانت التجربه ديالو. بصراحه كاين القصه ديالو كتبكي. المهم الخوت كان ثاني نهار فقنا الصباح بكري، فطرنا، جمعنا المعدات ديالنا، قصدنا المحطه ديال الكار، كانت بعيده بشي 3 كيلومتر تقريبا. لحقاش الخوت داك الكام واعر، جا فوق واحد الجبل وكيطلع على المدينه بيروت لتحت، كبيره مفشخه. وفي الصباح فاش كتفيق كتلقى واحد الضباب وواحد الجو واعر، وما جا غير وسط الغابه الخوت كطل كتبان لك راه المدينه قداش، والضبابه وداك الاجواء واعره. شدينا الطريق الخوت، قصدنا المدينه بيروت ماشي مدينه فيلاج. للاسف ما جيناش مع التوقيت ديال الكار، اول كار اللي غيخرج غيمشي للعاصمه ديال صربيا اللي هي بلغراد لقيناه مشى. كان ثاني كار مع الربعه ديال العشيه تقريبا بحال هكاك، قطعنا وبقينا كنتسناو، بقينا كندورو تما في داك الفيلاج شويه. هذا كان اول فيلاج غنشدو فيه دوك البلايك الخوت، الاي دي اللي كتعرف به سميتك وداك الشيء، غير خربق السميه ما كتعطيهمش داك الشيء صحيح، ماشي هما ماشي انتيغيسي باش يعرفوا المعلومات ديالك صحيحه ولا لا. هذاك كيبقى غير كتشد به الماكله وكيعرفوك واش كليتي ولا لا في داك الكام، وكيدار كونترول بالليل باش كيحسبوك شحال كاين عندهم من واحد في داك الكام. المهم الخوت وصلت التوقيت ديال داك الكار الخوت، ركبنا زدنا، كاينه واحد 3 السوايع ولا مع 4 السوايع بحال هكاك ديال الطريق. المهم ما وصلنا حتى ل 11 ديال الليل، دخلنا العاصمه ديال صربيا اللي هي بلغراد. الخوت قداش مفشخه كتبان ليك، ما كاينه الاضواء، كتحس براسك الحلم بدا يتحقق غادي وكتقرب. بزاف غيقول علاش حنا غادي للعاصمه، حنا غادي للعاصمه باش اننا نقربوا ونزيدوا نبعدوا على الخطر. لحقاش داك الكام الاول اللي كنا فيه كان قريب للحدود ديال بلغاريا، يعني راه كاينين تما جوج فيلاجات، يقدر يوقع شي مشكل مثلا الجنقيله كتسمى الخوت، بعض المرات البوليس كيديروا شي كونترول كيجو كيران الخوت كيشارجوا بنادم من تما ويدوه للحدود، اولا كيدوه يلوحوا في مقدونيا الخوت، وغتخصك حرقه اخرى عاوتاني باش ترجع لصربيا، يعني يقدر يضرب لك كل شيء في الزيرو. اللهم كتزيد تدخل لصربيا بزاف وتبعد على الخطر. واخا كيتلاقاك المخزن بعض المرات في شي مدينه في صربيا ولا بلغراد نيت، كيقول لك روح من هنا سير لكام، ما تبقاش تدور لينا هنا. المهم الخوت حنا كنا متفادين بحال هاد اللعيبات، درنا الاحتياط ديالنا وتكلنا على الله ومشينا كنزعموا ندخلوا لداخل صربيا. كما قلت لكم الخوت دخلنا لديك بلغراد مفشخه قداش، بقينا كندورو في ديك المحطه، بنادم زوين نقيقي، بنادم مسافر، يعني كاين بزاف ديال يعني القضيه مخلطه الخوت الكور. كنا الخوت حنا شي 8 الناس تقريبا، حنا باقيين جروب، هو الجروب باقيين بالريفيري ديالنا. عبرنا الحدود قد قد، مشينا للكام قد قد، جينا لبلغراد قد قد، ما تفارقناش الخوت، بقينا مجموعين، كنا كنعرفوا بعضياتنا. وفي كانت الوجهه ديالنا الخوت كنا غاديين للحدود ديال كرواتيا، كان تما واحد الكام الخوت برانسيبال جا في واحد الفيلاج سميتو شيد، وداك الكام برانسيبال الخوت جا قريب للحدود، كنفيقوا في الصباح بحال هكا كيبان لينا راه الحدود ليه، كندخلوا نجيبوا دوره في كرواتيا ونرجعوا، كندخلوا للبلاد ديال مودريتش كنجيبوا دوره وكنرجعوا. وفي داك الكام الخوت كان واحد التيران، وكنا كنبقاو نلعبوا الكره وكطير الكره للحدود ديال كرواتيا، وكنقول ليه جيب الكره من عند مودريتش. المهم الخوت رجعوا للمحطه، بقينا كندورو تما، تلاقينا شي دراري غاديين قاصدين للحدود، ولكن ما كانوش غاديين للجهه ديال كرواتيا، كانوا غاديين للحدود ديال هنغاريا مع صربيا. يعني الخوت هذوك غاديين بيديروا انتحاري. اشنو هو كيتسمى انتحاري؟ هو انك كتخلص غير السلك، كتنقز، كتمشي تضرب في شي رموك، كتمشي لثاني فيلاج، ماشي ثاني فيلاج، كيتسمى ثاني باركين كيكون في هنغاريا الخوت، بعد ما انك كتقطع الحدود بواحد المبلغ مالي اللي كيكون 3000 درهم مغربيه، 3500 درهم، يعني 70000 ريال، ولا بالاورو الخوت 250 اورو، 300 اورو بحال هكذا. كيكونوا بزاف الخوت تما حاكمينه وكيقطعوا بها الثمن، كيديروا لك سلالم وكتنقز، وكاين اللي عندهم تقبه كيتدخلوك من دوك التقبات. والحدود ديال هنغاريا مع صربيا راه معروف اخطر حدود، وفي جوج حدود وشانطي دايز من وسطهم الخوت، شي حاجه اللي مريسكي ديال بصح.
كل 15 دقيقة تقريبا كدوز من وسطهم الدورية. كما قلت لكم الخوت هذوك كانوا غادي يديروا انتحاري. انتحاري كيتسمى هو المونتاج، كيتمونطا في شي رموك مثلا، ولا شي دوك الكروسات اللي كيكونوا ورا الطوموبيلات مثلا. هذا هو المفهوم ديال الانتحاري الخوت. المهم الخوت تفارقنا، دوك الدراري مشاو تما، حنا بقينا تمايا، خلصنا واحد الطاكسي بشي 20 اورو لواحد تقريبا. داك الطاكسي قصد بينا ديريكت داك الحدود ديال كرواتيا الخوت. كرواتيا ديك الساعه باقا ما داخلاش الاتحاد الاوروبي. المهم الخوت دانا داك الطاكسي الليل كامل هو كيضرب بينا في الطريق. ما وصلنا تقريبا شي 3 ديال الصباح، وصلنا لداك الكامل خوت، دخلنا ما حبسنا حتى واحد. دخل ولا خرج ولا دير اللي بغيتي، غير الا درتي البساله ولا لقاوك كتبوق ولا كتشمكر غيخلوك، غيخلو دار عشتك وغيلوحوك في اقرب خلا كاين تما وما باقيش ترجع عنده. المهم الخوت حنا كنا متجنبين بحال هاد اللعيبات، حتى واحد ما كيتعاطى لشي لعيبه، ولكن كاينين شي وحدين اللي صراحه كانوا مفرجين شي عصا كلاوها مساكن. يعني بنادم الخوت تما كيتعاطى الليريكا، القرقوبي، الحشيش، الشراب تما رخيص، يعني كاع دوك الموبقات موجودين ورخاص تما. الخوت الليريكا تما كتباعها في الفرماسيان. كاين اللي كان كيمشي مثلا للفرماسيان وكيكذب عليهم، يقول لهم انا عندي العصاب عندي هادي، وكيتعاملوا معاه وكيعطوه ديك الليريكا كيبيعوها ليه الخوت. كاين اللي كيشدها كيبقى يبيع منها وياكل منها، كل واش كيدير بها. كاين اللي كيستعملها في الطريق باش كتعاونو، زعما ما كيقدش، يعني ما كيبقى يحس بوالو، كتولي عنده واحد الطاقه ما كيبقاو يضروه لا رجليه لا والو، كيولي بحال العجل، ما كاين هاد الطريق وما كيسكتش من الهضره والافكار كيطيحوا عليه كالشتا. كل واش كيدير من عجب تما الخوت. وكانوا كيوقعوا واحد البلانات الخوت، ديما المذاقه ديما المذاقه. كما قلت لكم الخوت حنا كنا مفرجين، واخا هاد الشيء مشاكل ما خصكش تفرج، ولكن اللي عطى الله هو هذا، راه ما كاين والو اصلا في داك الكار. كاين الواي فاي كاين كلشي، ولكن ساعات ولا راه داك الشيء كيطلع لك في راسك كتبغي تشوف شي حاجه اخرى. شحال من واحد مسكين سخن عليه راسو تمايا، وشدوا دوك السيكيريتيين وهلكوه بالعصا. ما كاين غير الهنتوتي واللي قلبوه، ما كاين جو برا كيقول لك جو تما، كتسمعها جو على الجد. وانتما الخوت الا مشيتي تنعستي في البلاصه ديالك وما رديتيش البال، كينوضوا شي وحدين بالليل كيبداو يقلبوا في بنادم، يعني كيجريسي وكنت ناعس الساطي لما جبتيش راسك الخبار تفيق تلقى ديالك مشاق. شحال من واحد مشى ليه مسكين تليفونه، مشى ليه رزقه، مشى ليه تليفونه من حدا راسو، مشى ليه رزقه من تحت راسو. عاتر كيفيق الصباح كيبقى يبكي، العار انا ما كنديش ديال بنادم، العار هكا كيبقى يتشكى. لما نتشكي كان كاين شي بنادم تما ما فقلش، ما كاينش في قلبه الرحمه. كان كاين بنادم قبيح بزاف الخوت، ولكن قبيح حتى يعيا هيهات ثم هيهات مع السيكيريات. سيكيريتيات شنو هو الجمع ديال السيكيريتي؟ لي زان سيكيريتي. المهم الخوت دوك السيكيريتيات ما كيرحموش شي واحد الا سخن عليه راسو، كيقلبوه وكيضطروا انهم يستخدموا معاه الماتريكس. شنو هو الماتريكس؟ كاين اللي ما يعرفوش، هو واحد اللعيبه دايره بحال البيل الخوت، ولكن كيورك عليها كيضربك الضو، كيحط لك على عنقك ولا على لحمك مشيتي كتغيب، كتفقد الوعي، يدير فيك اللي بغى يقلبك عصا، يدير فيك اللي بغى. هذه في حاله لسخن عليك راسك وما بغيتيش تحشم. علاش كنقول لك الا سخن عليك راسك؟ حيت كاين اللي كيستعمل ليريكا الخوت كيولي بحال الحمار، كياكل العصا ما كيبقى كيحس بوالو، واخا كيدول الخلا يلوحوه كيولي يرجع عندهم، كيقلبوه يلوحوه يرجع، وغادي دايره لحياتك. بقينا تما الخوت كنتعايشوا مع الاوضاع تمايا. كاين الدوش، كاين التيران، كاين فين التريني، كاين كلشي داكشي موفر فابور. كيعطوا الفطور، كيعطوا الغداء، كيعطوا العقبيه، كيعطوا العشاء. العقبيه ما كيعطوهاش، كيعطوا العشاء مع شي 6 ديال العشيه تقريبا، 7 ديال العشيه. خوتي الا لاحظتوا هذا الفيديو الاول اللي كندوي فيه، راه لابس فيه واحد القميجه وواحد التريكو تيشورت. اللي بغيت نقول لكم ان هذاك الفيديو الاول اللي تفرجتوا فيه راه مصور نهار 18 في الشهر، واليوم 22 في الشهر، في نفس الشهر نيت شهر 6. اللي بغيت نقول لكم انه هو صور داك الفيديو كامل، ويلا تسجلات غير 8 دقائق بالصوت، اما ديك 30 دقيقه الاخرى تقريبا الاغلبيه فيها شي بلايص مسجل فيهم الصوت، شي بلايص ما مسجل الصوت، هادشي اللي خلى هاد الفيديو يتعطل. ولكن كومي من نيت غنوضح واحد اللعيبه بالنسبه لبزاف الناس كيسولوني، خويا رضوان عندنا غير مليون، عندنا غير 2 مليون، خويا واش تكفيني ولا لا؟ انا غنجاوبكم في هاد الفيديو، غنقترح عليكم شي حلول، وغادي نقول لكم واش تجو ولا لا، ومن بعد نكمل لكم القصه. دابا نيت الحل الاول اللي غنقول لك راه هو تقدر تجي فابور، ولكن بلاتي ما تحمسش وما تفرحش باش ما تصدمش. الحل الاول سيدي هو انك الا كنتي كتعرف المابس مزيان، مابس ميل، مابس جوجل، مابس ميل هي ديك اللي كتخدم فابور بلا كونيكسيون، والمابس جوجل راه كلشي عارفه. المهم هو انك تكون عارف لهذا الشيء، كتقنو مزيان، تعرف تدخل النقاط. الا صيفطهم لك شي واحد من الواتساب مثلا، فهنا كنقول لك راك تقدر تمشي فابور وتقدر دير ريبيري. شنو هو ريبيري؟ هو غتقيدي، غتدبر على شي حراق تما في تركيا عنده كيخرج نفرات، يعني حراقه. حتى شنو هي تكون المهمه ديالك؟ هي غتكون ريبيري، تقيد انت هو اللي كتقيدي، انت هو اللي كتكلف المابس، انت هو اللي كدوي مع المهرب. تكون المهمه ديالك هو انك توصل ليه الجروب ديالو النقطه التحميل، وتا انت راه تكون محسوب معاه، ما توصل ليه واحد 8 الناس تقريبا، وانت غادي تهز فابور. وراه هو كيوفر لك كلشي، داكشي اللي غتحتاج في الطريق، كيعمر لك ساك ديالك بالماكله. هاد الطريقه دايره شحال من واحد، وراه جا معنا بيانيت واحد، كيعمر لك ساك ديالك بالماكله كي قلت لك، الكارو ديالك الا كنتي ملي الله يعفو، عطاك التليفون اللي غادي تحتاج، كونيكسيون، اللعيبات كامل.
المهمه ديالك هي خاصك توصل للقرب، ولكن ما تصنطحش الا ما كنتيش عارف هادشي، حيت راه ارواح هادوك غادي تولي غادي بهم، ما توليش غادي بهيم سارحهم في غابه، راه بنادم هذاك، يعني ما تريسكيش بحياه الناس. تلقاش راه كاين بزاف ديال الحوايج صعاب، راه تقد هذاك السلك الكرياج راه تقدر ما تقدش تعبره، تقدر تمشي حتى لحداه وتخاف، ما تقدش تزعم عليه مثلا تقطعو باش تدخل، يعني خاص تكون عندك واحد الشجاعه باش انك تقدر توقف حدا واحد الحدود، واللي حدود كيكون مراقب الدوريه تقريبا كدوز كل 15 دقيقه، وكاين بعض الحدود اللي كيكونوا فيه كاميرات، الحدود اللي كيكونوا فيه كاميرات ما كيكونش فيه العسكر، داكشي علاش كيكونوا فيه كاميرات، واللي كيكون فيه العسكر ما كيكونوش فيه كاميرات، وكاين اللي كتبقى تمشي الدوريه حداه وتجي كل 15 دقيقه تقريبا، يعني اللي بغيت نقول لك راك تقدر الدهشر ما تقدش تقطع داك الكرياج حيت كيعطيك واحد الكلاب كبير بحال داك ديال البنايه، داك المقاس الكبير اللي كيقطعوا به الحديد، وخاصك تقطع داك الكرياج وتدخل الكروب ديالك وتكمل المسير ديالك، اضرب واحد السيان تقريبا ديال الطريق وراه غتوصلهم من نقطه التحميل تهز معاهم حتى، وهنا كتكون وصلتي فابور، ماشي وصلتي فابور حتى لاوروبا، يلا غادي توصل لصوفيا العاصمه ديال بلغاريا اللي فين كتكون الدار ديال المهرب، وانت ما ديك الساعه كيبقى لك خاصك تكمل على رجليك حتى لصربيا، بعد ما انكم كتفيرسيو ليه الفلوس كاملين في الدار ديال المهرب راه كيهزكم هو وكيقصد بكم اقرب نقطه للحدود اللي كتكون بعيده ب 20 كيلومتر 10 كيلومتر 15 كيلومتر مثلا، هذيك كيحطكم تما كتكملوا على رجليكم باش تعبروا الحدود، الحدود ديال صربيا مع بلغاريا راه ما كاينش حدود، راه كتكون كتمشى حتى كتدخل لصربيا، هذه هي الطريقه اللي ما غاديش تطلب لك الفلوس كاع، اما باش تقول لي عندك غير مليون ولا جوج المليون راه غير باش تجي من المغرب حتى لتركيا الطياره غتطلب لك تقريبا واحد 3500 درهم الا ما طلبات لك والو 70000 ريال تقريبا 4000 درهم 80000 ريال، يعني باش غادي تشري داك البي اللي اعلى مني غادي توصل لتركيا ثاني وغيخصك تكري يعني الصوائر وبزاف ديال الحوايج، والحل الثاني اللي نقول لكم الخوت هو انك تقدر تقصد طريق اليونان، طريق اليونان راه كتسمى هذيك الطريق ديال الفقاره راه فوق واحد 20 اليوم ديال الطريق، الطريق ديال الفقاره هذيك كتسمى راه فوق واحد 20 يوم ديال الطريق وانت كتمشى راه واحد 70% تقدر توصل من تما، ماشي بحال بلغاريا مريسكي بزاف وكيكون فيها الشدان بزاف بلغاريا، واحد العيبه اللي بغيت نقولها لكم الخوت بزاف ديال الناس اللي كيمشيو على طريق اليونان كتبان لهم بلغاريا صعيبه طريق بلغاريا، ولكن ثاني العكس الناس اللي كيمشيو على بلغاريا كتبان لهم طريق اليونان صعيبه كيسمع اليونان كتجي شي حاجه، المهم وضحنا هاد العيبات الخوت، نوضح واحد العيبه اللي بزاف كيقول لي في الكومونتير انت كذاب هو انك فاش كيردوك الحدود كيفاش ترجعتي لتركيا ياك داو لك الفلوس باش خلصتي داك الخطاف، اقسم لكم بالله لا هذه ثالث مره واقين غنعاودها هاد الهضره هاد الجواب هاد السؤال طرح عليا بزاف وثالث مره غنعاودو تقريبا، خويا راه ملي كتبغي تخرج من الدار في تركيا اللي كارين وتمشي للغابه راه ماشي داكشي اللي عندك ديال الفلوس كامل كتهزو وتولي غادي بيه تجري باش الا تشديتي يمشي لك كلشي وترجع طويل، راه ضروري خويا ما كتخلي شي حاجه في الدار في تركيا صاحبي، وداكشي اللي كتخلي راه لا قدر الله وتشديتي ورجعتي راه هو باش كتخلص الخطاف وتاكل واللعيبات، ولا لا كاع لا انت لا مكمل كاع ما خليتي والو راه ضروري ما غيصاوب فيك داك المهرب اللي مخرجكم، راه كتبقى عنده ضمانه تما راه كتخلي الباسبور ديالك ملي كتبغي تمشي للغابه، يعني هو كيقدر يثق فيك ويقدر يسلفك مثلا يصوفيك باش تخلص الخطاف، حيت عنده الباسبور راه مزيرك منه، انت تركيا راه ما تقدرش تدور فيها بلا باسبور، الباسبور راه اجباري تهزو معاك تما، عاوتاني كيقول لك كيفاش تلاقيتوا هذا الخطاف، باش عيطتوا لي ياك التليفون مشى لك الفلوس مشى لك كلشي، خويا راه فاش كتخرج من تما من الحدود وكتبقى غادي مع شي بيست راه ضروري ما كتخرج في شي واحد، عنده طوموبيل سوا يكون خطاف سوا ما يكونش خطاف. تقدر تلاقى اي واحد تما راه غادي يهزك، يعني كيبانوا لي واحد البلايص اربعه البلايص تقريبا ولا خمسه البلايص راه كيقول راه فلوس هادي، وخطاف راه ماشي كيخطفك 100 ريال ولا داك الشيء اللي على بالك ديال المغرب، وانت تما راه فوق 10000 ريال، فوق 50 اورو البلاصه، يعني السيد راه كتبان لي راه فلوس هادي، كتب لي واحد 50000 ريال تما 250 اورو تقريبا، راه كيقول فلوس هادي راه ما خصنيش نضيع هاد الهمزه، واللي قلت لكم الخوت اللي كيضيع لك الفلوس انك راه ما غاديش تكفيك ديك مليون ولا جوج المليون الا كنتي جاي باغي دير الرحله، هو انك الا بقيتي كتخرج بزاف وما كيصدقوش لك دوك المشيات، راه كل مره الا رجعوك ومشيتي تاني يعني راه كل مره غتخصك واحد 500 اورو تقريبا، يعني كل خرجه تقريبا راه 500 اورو، حقاش راه كيمشي لك تليفون كيمشي لك كلشي، كتبدا ازيرو. المهم الخوت نكملوا الفيديو ديالنا، سموحات على التعطيله، سموحات الا طولت عليكم هاد 5 دقائق اللي شرحت فيها كامله، المهم الخوت كما قلت لكم كيعطوا الفطور الغداء العشاء في داك الكام، كنعيشوا يوميا نفس الروتين، بدا كيطلع لينا داكشي في راسنا ملينا، نفس النهار كيتعاود كومو سيمبري، وكما قلت لكم نادرا فاش كتسمع شي واحد راه عبر الحدود من تما، نادرا فاش كتسمع راه شي واحد وصل على طريق كرواتيا لاوروبا، كرواتيا كما قلت لكم ديجا الخوت راه ديك الساعه باقا ما دخلتش الاتحاد الاوروبي، كنسمعوها يلاه بغا تدخل، والدخول كاع غيخلوك تدخل ليها، راه دخول ليها ولكن ما غاديش فين توصل ليها المدينه ديالها باش تأمن راسك تغيشدوك وغيردوك، تركيا كرواتيا يا ربي،
كرواتيا عندها واحد الميزه اللي خطيره وكتعتمد عليها اللي هي المنظار الحراري، يعني كتكون داخل عندهم مثلا بالليل، وراه معروف الحريق كيكون بالليل، كتكون غادي داخل بحال هكا كتمشى، هما راه بعاد كايشوفوا فيك وكيتسناوك حتى تجي عندهم بوحدك، كايشوفوا فيك بالمنظار الحراري، يعني راه ما غاديش تدوز عليهم. شنو المنظار الحراري الخوت؟ هو واحد اللعيبه فاش كيشوف بها بحال هكا، هي كتكون عندهم تلفازه وكيكونوا عندهم هذوك هازينهم بحال هكا، هذيك اللعيبه كتشوفها بالليل كتحماق على الليل، كتحماق على شي حاجه سميتها الظلمه، يعني اي حاجه كتبان لها في الظلمه كتحرك راه كتهي كتديك لاريه كتطلع حموريه عندهم تمايا. مثلا بنادم بحالك كيبان لهم جسم احمر بحال هكا كيتمشى، كيعرفوهم راه بنادم، هادشي باش متميزين في كرواتيا تما، يعني راك ما غاديش تدوز عليهم. القانون ديال كرواتيا تمايا الا شدوك حارق من تما مع المهرب يعني في طوموبيل، راه فيها غرامه ماليه وفيها واحد 48 ساعه ديال الحبس تقريبا، غرامه ماليه اللي كتكون واحد 100 اورو تقريبا لواحد اللي هي 1000 درهم، وكيكون انذار. في حاله تلقاوك عاوتاني درتي شي محاوله بغيتي تحرق من عندهم من تمايا، في عام ديال الحبس ما يحيدهاش لك شي واحد، ما غادي تخرج من الحبس تلقى القرض صايق والكار، كار صايق التران ولا مات، الكار صايق القرض، قرض صايق الكار، سمحوا لي الخوت تخلطوا علي. المهم الخوت هذا هو القانون ديال كرواتيا تما، الا حصلوك كدير محاوله، اما الا حصلوك كدير محاوله غير على رجليك ولا بحال هكا تمشي تريسكي تخشف شي تحت شي رموك ولا تران ولا رحله ولا شي لعيبه بحال هكا، فوت غير المهرب، الا درتي شي حاجه من غير المهرب راه هاني، راه كيشدوك عادي وكيردوك للحدود، ما يضربوك ما والو، ما يدوا لك الفلوس لا والو، ماشي بحال البوليس ديال بلغاريا قباح ما كيرحمو. المهم الخوت حنا كما قلت لكم قنطنا، نادرا كتسمع شي واحد راه وصل من تما، وبالصدفه مثلا مشى تخشى تحت شي رموك وصدقات لي وكل وزار، وراه كاين اللي مشى مبوق شبعان قرقوبي وسكران مشى تخشى تحت شي رموك تمايا ونعس تصبحوا في الطاليان ولا في شي بلاد، يعني كل ورزقه، يعني حنا فقدنا الامال واحد شويه الخوت، ماشي فقدنا الامال صافي راه ما كايناش اوروبا، لا راه كاينه اوروبا، غير خاصك عاوتاني تضرب واحد الطريق اللي طويله تسافر باش عاوتاني تغير الجهه، تمشي لجهه هنغاريا، جهه الحدود ديال هنغاريا. بقينا كنفكروا شنو نديروا تمايا، هذاك الكامب دا يخوا ولا كيجيب لنا القنط، كل نهار كيخرج منه 40 واحد 20 واحد 30 واحد 10، يعني غادي وكيخوا تبقاو فيه غير شي 20 واحد، ولا كيجيب القنط شي دار ديال بحال شي دار ديال الايتام مثلا، داكشي ديال الافلام كتلقى شي دار الايتام تفرقعات بشي قنبوله ولا شي عافيه تالات بها، يعني كيبقى مهجوره في الاخر، يعني كلشي كيموت كلشي كتبقى الدار مهجوره بحال هكا كيبقى عندك الكان، يلا بقى فيه شي 20 واحد ولا كيجيب القنط، انت كتم ملف فيه بنادم كثير وكتجمع معاده يعني قاتل الوقت فيه. المهم الخوت انا كانت عندي واحد 300 اورو كنت باغي ندير انتحاري من تمايا، شنو هو الانتحاري راه شرحت لكم ديجا الخوت، يعني تمونط في شي رموك وتمشي، هذيك 300 اورو الخوت اللي هي 60000 ريال كنت غنخلص بها غير السلك، يعني الحدود ديال كرواتيا ماشي كرواتيا، الحدود ديال صربيا مع هنغاريا، كتخلص شي 60000 ريال 70000 ريال تقريبا، وراه كينقزوك من تما كيديروا لك السلالم وكدوز، يعني كنت غنضربها بديك الطريقه الخوت، وراه ما كتبغيش الفلوس بزاف هذيك الطريقه، وكان عندي انا تليفوني كان عندي كنعرف المابس كنعرف كاع دوك البلانات عارف فين غنمشي، كنت داير انا واحد السيد غادي نمشيو معاه الساعه هو ولا بغى يمشي على طريق البوسناق والهرس، يعني بغى يمشي على اتجاه اخر ولكن بغى يدير تسليمه، هادشي اللي خلاني انني صافي نغيرت انا رايي وديرت انا تسليم، ما بغيتش ندير داك انتحاري نبقى نتكرفس بزاف، تبقى تمشي مثلا تقدر ما يصدقش ليك يشدوك يعاودوا يردوك وتصدق خاسر نيت فلوس تسليمه. المهم الخوت انا ما كانتش عندي الفلوس، دوك صحابي اللي قلت لكم جاوا معايا من المغرب كاملين مشاو داروا التسليمه كاملين، بقيت بوحدي انايا في داك الكام مع شي ناس ما كنعرفهمش، واللي تلاقيت شي ناس عاوتاني كنعرفهم شي خمسه مغاربه، انا هو الخامس واللي تجمعت معاهم الخوت وتسلفت وتكلفت، تسلفت عند واحد السيد الله يجازيه بخير وهي باش درت تسليمة. المهم الخوت درنا تسليمة مع واحد السيد كاين في داك الكامنيت مهرب، هو عنده علاقة مع الأفغان، الأفغان هما اللي كيهربوا ليه النفرات ديالو وهو مغربي، وكاينين بزاف ديال المهربين في داك الكامنيت كيكون فيهم السوارة أفغاني كل واحد وباش كيلقبوه انت. المهم الخوت فيرسينا ليه الفلوس ديالنا حنا كاملين، داك السيد اللي كيقول لك المدينة اللي غادي تمشي فيها باش تلاقى مع داك السيد وغادي يديك للحدود وغينقزك وغضرب ديك الطريق باش توصل لنقطة التحميل، ومن بعد غتهزك الطوموبيل وغتوصلك، هذه هي الخطة اللي كانت وهي اللي كيدير مع كل شيء نيت. صافي الخوت فيرسينا ليه الفلوس وما مشيناش في داك نفس النهار نيت، لحقاش كان داك النهار مع الحد ولا السبت، علاش ما مشيناش لحقاش ديك الساعة كيكون بعد واحد اليومين كتكون فيهم الناطو، منظمة الناطو يعني الحزب الناطو راه كلشي كيعرفو اللي كيحمي الاتحاد الاوروبي، يعني كيحمي الحدود ديال الاتحاد الاوروبي، كتكون مجموعة فيه اكثر من 40 دولة
يكونوا هما بوليس واعين دايرين الكاغول اللي شدوك يفرشخوه ما كيعقلوش عليه، لقاوك هاز طوندوز يحيدوا لك بها حوايج، يقدروا يديروا فيك اللي بغاو، ولكن ما خصكش تخرج في داك النهار اللي كيكونوا فيه هما، يعني ما خصكش تريسكي في داك النهار اللي كيكونوا فيه هما، خصك تجنب داك النهار. صافي ولينا قعدنا واحد اليومين تقريبا الخوت تفوتنا داك النهار، صافي فقنا بكري داك النهار، فطرنا وجدنا المسائل ديالنا، قال لينا داك السيد فين غتمشي، مشينا للفيلاج ديال الشيد، الفيلاج ديال الشيد هو اللي قطعنا فيه الكار ديريكت المدينه ديال صربيا نوفي ساد، من نوفي ساد لسيبوتيكا، ركبنا في جوج كيران الخوت، نهار كامل وحنا مسافرين عاد باش نوصلوا لديك سيبوتيكا، وصلنا لديك سيبوتيكا مع المغرب تقريبا الخوت، وحنا باقين غاديين في الكار، اتصل بينا واحد السيد قال لك ردوا البال راه كاين كونترول في المحطه ديال سيبوتيكا، راه تما الا كنتي هز معاك شي حاجه راه مشيتي فيها، دير الاحتمالات ديالك، وحنا طبيعه الحال الخوت ما هازين معنا حتى حاجه اللي ممنوعه، اللي كنصحك هو خصك ترد البال تما راه دوك البوليس كي بروفيتيو، يعني يقدروا يجقروك يقول لك اشنو كاين، حيت عارفك هو حراق يقدر يبغي يزيرك مثلا راه هي الفلوس ولا ردك للحدود ولا شي حاجه بحال هكا، يعني خصك دير الاحتياط ديالك لا يجقراك ولا شي لعبه بحال هكا بروفيتي فيك. وصلنا لديك المحطه الخوت هبطنا وفعلا لقيناهم تما، شدونا حنا خمسه ست فونا، حطينا كاع داكشي اللي عندنا حطيناه قدامنا، تليفونات باورك بانات شارجونات الفلوس، بصراحه ما داو لينا حتى حاجه، فيريفيونا قلبونا، قال لك نو بيستولي نو حشيش، صافي قلنا لهم ما كاين والو وهما يتلقونا، قال لك الكام يعني ما تبقاش تدور لهم في المدينه. صافي الخوت عيطنا لداك خونا ورانا فين نمشيو، مشينا لواحد الكام كاين في سيبوتيكا تمايا، كندخلوا واحد الكام اش داير فيه العفن تما الخوت، تفو حاشاكم الخوت، دخلنا لداك الكام عامر مدكوك بنادم، بنادم كينعس غير في الارض والعفن وكثرة القوامل، بنادم كيطيبها الراس ونتما في داك الكام ما كيطيبوهم ليهم كاع، والما غير كيشروه ما كيعطوهم كاع الما كاين، الما واحد الما ما كيدوشوا به ما كيديروا به والو، واحد المخانز قال لك الا دوشتي به يقدر يدير لك باقي يقدر يدير لك شي حاجه. المهم على اي حال الخوت كوميم نعاود لكم، ولينا الخوت تلاقينا داك السيد اللي لاقانا به هو في التليفون، مشينا معاه قصدنا الغابه ديال صربيانيت، بقينا غاديين 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 حتى وصلنا للحدود، بقى بيننا وبين الحدود شي 3 كيلومتر تقريبا، 3 كيلومتر قبل الحدود تما عندهم المخيم ديالهم، يعني الحدود ديال صربيا وهنغاري بعاد عليهم بحال 3 كيلومتر وسط الغابه تما فين مخيمين وحاكمين، وقبل ما توصل لديك لازون ديالهم تمايا كتلقى العساسه تمايا عاسين بالكلاشه، غير منهم نيت ولكن مسلحين وعاسين مزيان، انت باقي جاي في الطريق كيضرب لك بالبيل على وجهك وهز عليك الكلاش كيقول لك فين غادي اشنو بغيتي عند من غادي سميت المهرب ديالك، انت راك كتقول ليه دوك اللعيبات صافي كيتلقى كيوريك من الدول. بصراحة حاكمين ديال بصح دوك الافغان تمايا ما كيزعمش عليهم شي واحد يضرب بهم تمايا، بحال نقول لكم شارين السوق ولا شي حاجه بحال هكا، يعني باش انت تكون ماشي ولد واحد الدوله وتمشي ليها وتحكمها راه شي حاجه هذيك، تحكمها وتولي كتهرب منها وراه شي حاجه هذيك. المهم الخوت وصلنا لذاك المخيم، دخلنا لواحد القيطون خاوي، لقينا بزاف ديال الكردانستان بزاف ديال السوارة افغان نيت، بنادم مخلط بزاف، كاينين رجال عيالات، بنادم كبير بنادم صغير، كاين بنادم كبير في العمر بزاف الكبير هو الله. دخلنا داك خونا لذاك القيطون تما عطانا شي عواد باش نشعلوا العافيه ونسخنوا، لحقاش كان البرد بزاف الخوت، حنا راه مشينا وقت الثلج والبرد، شعلنا ديك العافيه بقينا كنسخنوا تمايا، جبدنا الماكله ديالنا بدانا كنقصيو، وتما واحد الحاجه الخوت كيذبحوا قدامك البهيمه والله الا كليتي منها بصراحه فيهم وفيهم، بعد ما ذقناش اللحم كاع ذبحوا قدامنا شي ثلاثه البهيم والو، يعني خاصك تجيب معاك الماكله ديالك. المهم الخوت في ديك الليله اللي وصلنا نيت، في ديك الليله اللي غادي نخرجوا فيها نيت الغابه ان شاء الله باش نشدوا الطريق، ولكن هيهات ثم هيهات باقيين ما عارفينش كيتسنانا. المهم الخوت بقينا تمايا كنتسناو حتى لشي الوحده ديال الليل تقريبا بحال هكاك، في ديك البلاصه عندهم سلالم بزاف، سلالم كيحتاجوهم في الحدود، كيديروا جوج سلالم وكينقزوا وكتدير عاوتاني جوج سلالم وكتنقز، لحقاش تما كاين جوج ديال الحدود الخوت، كاين حدود بحال هكا وحدود بحال هكا والشانطي منقسمهم، هذا هو الحدود ديال صربيا وهنغار. المهم الخوت وصلت ديك الوقيته قال لك يلاه نتكلوا على الله، ولينا غاديين بزاف، كان بنادم كثير بزاف وكيخرجوا بنادم كثير بزاف، فدق على الخوت كما قلت لكم كيتلقوا بزاف ديال الجروبات باش شي دوز على دار شي، مثلا يقدر يتلقى ثلاثه الجروبات، بغيت نقول لكم شي 10 الجروبات، الا مشاو ليه غير ربعه الجروبات راه عنده الرباح هو، يعني كل جروب راه تقريبا كيكون فيه شي 20 واحد على الاقل، يعني يتلقى 10 الجروبات الا مشاو اربعه مثلا راه عنده الرباح هو، احسن ما يمشي والو نيت وهكذا غاديه.
المهم الخوت كما قلت لكم وصلت القوقيته ولينا غاديين شدينا الطريق ضربنا ديك 3 كيلومتر وصلنا حدا الحدود لقينا الدوريه والدوريه حتى هي مع تشارين السوق الخوت حتى هي لقيناها دايره لينا الضو بحال هكا طوموبيل بعيده تقريبا واحد 200 متر وتالقين داك الفار بحال هكا يمضوي لينا الحدود يعني داروا دوك السلالم على خاطر خاطرهم ونقزوا نقزنا واحد 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 نقزنا كاملين الخوت كانوا معنا شي عيالات بصراحه قال مساكن ما كيقدوش يتمشاو بنادم كبير في العمر الكبير هو الله وكاينين دراري صغار هادشي هو اللي خلانا اننا نتعطلوا وما نزيدوش دغيا وهادشي اللي كيكون قاتل الجروب اصلا ما كيخليش الجروب يتمشى مزيان يعني كيكونوا فيه ناس ضعاف ماشي بحال الناس خفاف صغار في السن مثلا صحاح ما كيناضور شكون بغى يشدو عبرنا داك الحدود الخوت بنجاح الحمد لله صافي شدينا الطريق كنا شي 20 واحد تقريبا بحال هكاك غاديين غير كنضربوا في الطريق الخوت ضربنا الغابه وصلنا لواحد البلاصه قرعه ما فيهاش الغابه وما كاين ربي والوطا والظلام مع غاديين كنتمشاو بحال هكا الخوت جاب الله كاين واحد الواد مع كتبان لينا الدرون بعيده قدامنا بعيده قدامنا قريبه قدامنا تلاحينا لذاك الواد تخبينا فيها الخوت تداز ديك الدرون وبقينا كنتسارحا وشويه في ذاك الواد شربنا مويه الخوت وردينا النفس شويه وحنا نوضو بدينا عاطينا لاطاك عاوتاني ما كاين الطريق طريق طريق وصلنا لواحد البلاصه عاوتاني الخوت فيها الغابه صافي دخلنا عاوتاني لديك الغابه غاديين طريق 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 وباش نسهلوا علينا الطريق ما كناش كنتمشاو في الغابه كنتمشاو مع البيستات اللي كاينين في الغابه كتبان لينا شي ضو ولا شي طوموبيل جايه كنخرجوا على الغابه كنخرجوا للغابه نخرجوا من الطريق زعما ونتخباو في الغابه هذه هي الاستراتيجيه اللي كنا كنديروها الخوت وكانت مساعدانا باش اننا نربحوا الوقت ونتمشاو دغيا ونوصلوا دغيا النقطه التحميل بقينا كنتمشاو واحد 3 سوايع تقريبا الخوت والحمد لله وصلنا النقطه التحميل بسلام واخا كنا كنوصلوا لشي بلايص بصراحه اللي فيهم داك الحرط محروتين ماشي ساهل انك تدوز منهم راه رجليك كيهزوا الغيس وتقول وفهمتي تقول واخا ما هز والو رجليك كيهزوا لك الغيس كتقل بحال شي طوموبيل واش غالطوموبيل غتزيد في الرمله بحال هكاك مثلا يعني كاينين معاناه بزاف الخوت وكافحنا وعضينا في الصبر والحمد لله وصلنا النقطه التحميل ولكن ما كتبش شنو اللي ما كتبش انا نقول لكم انه حنا كنا غير 5 المغاربه والباقي كله كردانستان وافغانستان بصراحه خلاو المغاربه وهزوا داكشي الاخر حنا 5 المغاربه بقينا الخوت وبقاو معنا جوج ريبيريات وداكشي الاخر كامل وتحمل يعني جاو السيارات تحميل الخوت المهربين حملوا داكشي كامل هزوه وحنا ما عرفتش علاش داروا لينا داك البلان خلونا تمايا كنتسناو للاسف بقينا كنتسناو الليل كامل الخوت للاسف واخا حنا جايين ضاربين 3 السوايع ديال الطريق والغابه والطريق والعذاب بقينا كنتسناو الخوت تمايا والو تصبح الصباح واللي عطى الله عطاه الخوت بقينا تمايا كنتسناو قلنا ليه واش غيجي قال لك لا خاص تيطيح الليل لحقاش ديك بلاصه الخوت اللي كنا فيها كنا قراب لواحد الشانطي بزاف بحال بحال شي شجر حدا الشانطي ومخبين فيه بحال هكا كنا مخبين الخوت نهار كامل ما كان الوقفه ما كنوقفوش تصور في حاشاك اللي بغيتي دير الماء كديرو انت قاعد متني على رجلي كانوا بقاو معنا جوج ريبيريات الخوت اللي كيقيديو وهما اللي كيصيفطوا معاك نيت في داك الجروب كل جروب كيصيفطوا معاه جوج اللي كيقيديو كما قلت لكم الخوت بقينا تمايا كنتسني النهار كامل وحنا غير ناعسين كتنعس كتفيق كتنعس كتفيق داك النهار داير بحال العام ما بغاش يسالي اطول نهار بالنسبه ليا من بزاف ديال النهارات اللي دازوا عندي خايبين وبقينا الخوت تمايا حتى وصل المغرب بحال هكاك اوصل المغرب خونا قال لك يلا وجدوا راسكم لبسوا سبيردلكم كولوا تعقلوا فهمتي باش توقد توجد راسك راه جايه سياره تحميل خاص غير طيح الظلمه وراه غنمشيو ان شاء الله يعني غادي نتهزوا اوروباتنا الغربتنا للاسف الخوت دوك ال 15 واحد تقريبا اللي تهزوا في الاول في الليل داروا واحد الغلط لانهم كانوا عندهم سيكان ودوك السيكان ما دوهمش معاهم ولا شدوا ملاحهم في الخلا مثلا شدوا الساك داروا ساك فوق ساك ساك فوق ساك وحطوهم تمايا وبقاو مقابلين مع الشانطي ولا اي واحد كيدوز مع الشانطي بطوموبيلته كيبانوا ليه دوك السيكان كيتيروا الانتباه ديالو مع كاين داي الشبوليسي واقيلا من تمايا يعني دايز مع داك الشانطي تيروا الانتباه ديالو عرف بالله راه كاين شي واحد تما وقف قال اشنو كاين هنايا جا كيقلب دوك السيكان حنا بعاد من دوك السيكان تقريبا بواحد 50 متر ما داش فينا حنا كنشوفوا فيه كيقلب في دوك السيكان مع كيقعد عينيه شافنا هو شافنا وتحنا شناه ولكن هو مني شافنا يسحب لي حنا ما شناه شوف هذا البلان كيدير خونا رجع كيتسلت رجع مخبي وحنا راه كنشوفوا فيه رجع مخبي الخوت هو يعيط لصحابه في التليفون هو بوليسي عيط للبوليس وحنا قريب لينا واحد الشانطي تما الخوت وشانطي راه كبير بزاف شانطي راه ما كيحبش من الحديد النهار كامل وحنا كنسمعوا صري 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 مع بغينا نهربوا حنا الخوت يلا درنا واحد واحد ولينا غاديين كنتسلتوا بحال هكا يلا خرجنا لذاك الشانطي الخوت تلقاو عامر بوليس كاينين واحد 6 طوموبيلات ديال البوليس على الاقل تقريبا بحال هكا مع الخلعه وداكشي كتقول او واش داير انا صافي الخوت ما بقى عندنا فين نهربوا تحاصرنا واخا تهرب كاع راه غتشد الغابه ديال هنغاريا ساهل باش تشد فيها ما فيهاش شجر بزاف فيها الغابه ضعيفه وما فيهاش الجبال ماشي بحال الغابه ديال بلغاريا كيعاونوك دوك الجبال باش تهرب بنادم صافي السوفل كيمشي ليه مني كيتبعك
كيفشل. صافي الخوت حنايا بان لينا صافي تزيرنا وحنا نوقفوا، سلمنا راسنا هازين ليدينا بحال هكا. جاونا البوليس قال لك وقف ستوب صدام، ستوب صدام هي وقف نعس وتسرح على كرشك ودير يديك فوق راسك. درنا هكاك الخوت ونتم في ديك اللحظه غير بداو دقات القلب الخوت كتنوى. اول مره غادي تشد في هنغاريا، اول مره يشدوك البوليس ديال هنغاريا، ما عرفتش اشنو غيديروا فيك بصراحه. كتضاشر بزاف يعني كتنوى، انت مسرح صاحبي على كرشك كتسنى الدقه امتى تجيك، ما عرفتش اش غيديروا فيك، واش غيبداو يقلبوا فيك بالعصا ولا. المهم الخوت بقينا منويين كنتسناو. الساعه دازت واحد 10 دقائق تقريبا، هو يقول لك يلا نوضوا ديروا واحد واحد. درنا واحد واحد ولينا غاديين. خرجنا عند داك الشانطين تما الخوت، فونا الخوت تمايا ستفونا، قلبونا مزيان فيريفاونا ياك ما هازين شي حاجه. لقاو عندنا الماكله ديالنا داكشي كامل حطاياه قدامنا، تليفوناتنا فلوسنا كلشي داكشي حطيناه قدامنا. وكيعاود يقلبوك مزيان، وهنا كيعتمدوا على واحد النقطه اللي هي نقطه جهنميه، هو انك فاش كتحطوا كاملين نتوما تليفوناتكم كيعتمدوا على تليفون واحد، كيمشيو لذاك التليفون اللي مليح. اش كيديروا لذاك التليفون اللي مليح؟ حيت عارفين ولا داروا فيه واحد اللعيبه. اشنو كيديروا فيه ديك اللعيبه اصلا؟ نشرحها لكم. ديك اللعيبه كيديروا فيه واحد اللعيبه ديال الجي بي اس، ماشي كيركبوه عليك لا، كيدخلوا فيه واحد الكود. هذاك الكود فاش كينفع؟ كيولي فين ما كتدخل عندهم تمايا الهنغاريا كيطلع عندهم هما في السيستيم، كيعرفوا بلي راه داخل عندهم شي واحد تمايا، كيجيو يوقفوا عليك في البلاصه فين ما كنتي تمايا. هادشي في حاله الا دخلتي عندهم، اما لما دخلتيش راه ها. ولكن علاش كيعتمدوا بالضبط على داك التليفون اللي كيكون مزيان وعارفينه غالي؟ لحقاش عارفينه تليفون غالي وانت ما غاديش تفرط فيه، يعني ما غاديش تلوحو وتجي تدخل بلا بيه. هادشي اللي كيخليهم هما يمشيو لذاك التليفون اللي مزيان وكيديروا فيه داك البلان باش ما صافي ما تقدش تسخبي. داروا لواحد التليفون الخوت، ولكن داك التليفون من بعد حنا سخينا به لحقاش. خرجنا خرجه اخرى عاوتاني وتشدينا بسبابه والله اعلم، وعاودنا خرجه اخرى عاوتاني وتشدينا بسبابه، وعاودنا خرجه اخرى عاوتاني وتشدينا بسبابه عاوتاني. واحد ثلاثه المرات تقريبا وحنا كنخرجوا وكنتشدوا بسبابه والله اعلم واش شي حاجه اخرى من غيره، لدرجه تكرهناه صافي حيدناه. وصورنا على هذه النقطه راه بزاف واقع عليه تمايا. راه شحال من واحد كيكون عندهم شي تليفون طاري في هذا المشكل بحال هكا وكيدخلهم خبي وخا ما عاد فين يتخبى وخا يخبيه الجل الازرق حتى كيجوا كيوقفوا عليه، يعني خاطرين حتى هما كيتميزوا بهذه اللعيبه هذوك الهنغاريين تمايا. المهم الخوت صافي قلبونا مزيان، جا واحد الكار هو يشارجينا، ماشي كار واحد الطوموبيل دايره بحال الصندوق ما عندك ما تصور ليها لداخل، كيدخلوك ليها صافي، كيضربوا بك واحد شويه الطريق ثاني كيبدلوك كيركبوك في واحد الكار، من داك الكار كيقصدوا بك ديريكت للحدود كيدخلوك لواحد البلاصه، كيصوروك من هنا يصوروك من هنا، كدور ثاني يصوروك من اللور. علاش كيديروا دوك التصاور؟ دوك التصاور باش كيصيفطوهم للاتحاد الاوروبي، زعما حنا كنحموا لكم الحدود ديالكم، وراه كيتخلصوا على كل واحد تقريبا. المهم الخوت صافي صورونا وما يخرجونا من تمايا، خرجونا للحدود الصربيه نيت. وفاش كيخرجوك انت معايا كيخصك تبقى تضرب واحد الطريق ثاني تقريبا كتضرب واحد 3 كيلومتر وانت كتمشى عاده باش كتوصل لواحد ستاسيون، داك ستاسيون هو اللي كتلقى فيه الطاكسيات، كتركب عاوتاني في شي طاكسي انت معايا بشي 15 اورو تقريبا بحال هكا. عاد شوف فين تمشي لعندك شي بلاصه تمشي ليها، سير للكام ولا سير لعندك المهرب عاوتاني، ولا سير لدوك البرارك في كيكونوا دوك دوك اللي كيديروا انتحاري مثلا، راه كيكونوا غير في البرارك كيتسموا الخربات يا ربي ماشي البرارك. حنايا الخوت ولينا رجعنا لذاك المخيم اللي فيه دوك الافغان، رجعنا عندهم تمايا الخوت. كان ديك الساعه وصل الصباح ولينا قعدنا عاوتاني تمايا عندهم في داك المخيم النهار كامل وحنايا قاعدين تمايا، وغير كان ديبانيو في الماكله ما كايناش الخوت، غير كناكلوا شي خبز ياباس ولا كنطلبوا شي خبز من تمايا مثلا. المهم الخوت داس علينا، دوزنا العذاب بصراحه، دوزنا شي حوايج لي بزاف غير اختصرت ليكم. تصور الليله اللي راجعين فيها تقريبا، رجعنا في الصباح، الصباح ديال الليل ديال داك الصباح عاوتاني مني غتجي العشيه خرجنا فيه عاوتاني نفس الشيء عاوتاني، بقينا النهار كامل تمايا. وصل الليل تسنى حتى الوحده تقريبا بحال هكاك باش تطمئن القضيه، ما يبقاش بنادم ما يبقى حتى واحد اللي يرد البال، لحقاش الغابه فاش كتدخل ليها راه كاينين سكان تمايا، كاين اللي عنده دار مثلا تمايا في الخلا، كاين اللي مثلا كدوز من حدا دارو كيبقاو ينبحوا عليك الكلاب. عاودنا بحال هكاك الخوت يلا غاديين كنتمشاو عاوتاني، عبرنا عاوتاني الحدود، معنا بنادم كثير عاوتاني شي 20 واحد تقريبا بحال هكاك، شلا وجوه شفنا، معنا بنادم كبير تقريبا في العمر الخوت كبير هو الله. المهم الخوت تكلنا على الله وبقينا غاديين، استمرينا ما كاين هاد الطريق وكافحنا وصبرنا، واخا داكشي اللي كيتسنى هايهات ثم هايهات، حنا ما فراسنا والو صراحه، انما الاعمال بالنيه غا غادي. وتاسفنا بزاف ديك الضربه الاولى اللي زقناها فيه، وبقى فينا الحال بزاف علاش ما جاوش دوك المهربين دغيا هزونا قبل ما نتشدوا، ولكن اللي فات مات صافي نسينا داكشي.
ولكن بقات كتحرقنا مره مره. انا نقول لكم علاش كتحرقنا مره، انا نكمل لكم فيديو نقولها لكم، حيت من عاودنا الاولى ثاني، من عاودنا الثانيه الضربه الثانيه والثالثه والرابعه، ولات كتبان لنا القضيه حامضه، قلنا او هذا الشيء واش تزير. راه ما نجحت لنا العمليه حتى للضربه الخامس، مشات فيها شلا فلوس شلا تليفونات، درجه انا ما بقى عندي ما نلبس في رجلي، ديك السبرديله اللي لابس تقطعت ولا صباعي خارجين منها، ترى دوزنا الصراط. المهم الخوت غاديين عاوتاني نفس الشيء، غاديين وصلنا لديك بلاصه القرعه عاوتاني، مشينا على نفس الطريق عاوتاني، وصلنا لديك بلاصه قرعه ما فيها لا شجر لا والو غير الوطا ربي والوطا، وكاين الظلام كان طايح على ميديتي الخوت، كاين الضبابه بصراحه. مشينا في شي ربيع رجلينا كاملين فزقوا، وصلنا الخوت عاوتاني لواحد البلاصه اللي فيها الغابه كما قلت لكم، بعد ما اننا كملنا ديك البلاصه اللي قرعه وما فيهاش الغابه صافي، دخلنا عاوتاني بلاصه اخرى فيها الغابه، غادي كنتمشاو بحال هكا بان لينا واحد الضو عاوتاني، تخبينا غير حيد داك الضو وحنا نبداو نتمشاو عاوتاني في البيست عاديه باش تعاوننا ونزعمو دغيا ونتمشاو. ولكن بصراحه الخوت عاوتاني ما كتبش، باقين يلا غادي كنتمشاو بحال هكا، كتبان لينا واحد الطوموبيل دايزه يسحب لينا، هذيك هي الطوموبيل اللي غادي تهزنا. مشينا عندها كنجري، حنا شنو اللي قاول بنا وخلانا نمشي عندنا عندها كنجري؟ حنا مابقاتش تسرطات لينا فاش تشدينا المره الاولى، قلنا لي اش هذا القالب هذا، قلنا لي واش حنا درتي فينا قالب باش دوز دوك الاخرين. يعني فاش وصلنا عاوتاني لديك البلاصه عيط علينا المغاربه قال لك ماروكو اراب اراب، هي العرب زعما. حنا نتكلموا ليه هو يقول لك يلا يلا، وحنا نولوا غاديين معاه كنجريو لديك الطوموبيل بحال هكا، هذيك الطوموبيل حتى كيهبطوا لينا وحدين بالبيلات بوليس طلعوا، وحتى ولاو لاقطين علينا الخوت، ولينا جايين راجعين الغابه كنجريو وحنا راه اصلا وسط الغابه، ولكن الخوت البوليس راه لابسين برود كان وداك الشيء راه ما ضيمش معاهم تما، الا مشاو حتى لقطوا عليك قطعوا علينا بنات وشدونا. ولكن شنو اللي خلاهم يشدونا هو اننا صافي حنا فاش راجعين كنجريو لقينا هذوك قدامنا وكاين ربي والظلام وهذوك كيسينيو عليك ببيلات قاصحين كيدوخوك، صافي الخوت شي طاح فوق شي شدينا دورونا هذوك البوليس صافي بقى عندك فين تهرب، الحلم تهرس عاوتاني، شدونا عاوتاني نفس الفيلم عاوتاني، كيدوك عاوتاني لواحد الكار كيقلبوك مزيانك ما شي حاجه، كيردوك عاوتاني لديك البلاصه اللي فيها حدا الحدود كاين واحد البيت تمايا الخوت، كيصوروك من هاد الجهه يصوروك من هاد الجهه يصوروك من اللور وكيتلقوك عاوتاني تمايا، خاصك تاني تضرب ديك 3 كيلومتر تقريبا باش توصل لواحد ستاسيون اللي فين غتلقى الطاكسيات، عاوتاني شد الطاكسي ورجع عاوتاني للمخيم ديالك، ونفس الفيلم عاوتاني كيتعاود. هاد الفيلم تعاود تقريبا كما قلت لكم الخوت حتى الخامس ضربه اللي فاش يسر لينا الله، هادي راه عاطينا رزقنا كاع حنايا. لكن من هاد 5 ضربات الخوت نعاود لكم حتى واحد الضربه اللي منهم نيت، وهادي اللي بصراحه اللي ما شفتش بحال، قطعنا السلك كما كنعاود لكم الخوت فنقاريا نيت هادشي وقع، ويلا غاديين كنتمشاو بحال هكايا بعد ما اننا ضربنا شي ساعه تقريبا ديال الطريق وحنا غير غاديين كنتمشاو. كما قلت لكم وصلنا لواحد البيستات الخوت كنتمشاو فيهم بالليل، فهمتي هذه هي الاستراتيجيه اللي كنديرو، كنتمشاو بالبيست ما كنتمشاوش في الغابه، الغابه كتاخذ الوقت فيها العواد كيعموك كيشدوك من هنا من هنا يتخشلك هنا فهمتي كيعنكشوك، ماشي بحال الطريق دغيا كتقب وتزيد كتورك على الرجل. مشينا في واحد البيست اخويا غاديين مركين على الرجل، غاديين بحال غادي نجاهد، كاين هاد المره اكثر من 20 واحد وكنمشيو مجموعين ما كنمشوش مشتتين دايرين تران واحد تابع واحد، كنمشيو مجموعين ومخيطين فامنا السكوات، والبوليس اش دايرين واحد البلان، هما راه مراقبيننا بالمنظار الحراري، حتى هما عندهم منظار الحراري، كان الظلمه على الجد ديك الليله وطالقين الدرونات قبل ما نوصلوا عندهم، انا ضربت على درون بعيده دايزه وغادي كنتمشاو اخويا في ديك الظلمه ما كينعسف على البنو في ديك البيستا، اش دار البوليسي؟ البوليسي راه كاين قدامنا وشاد البيل، البيل عنده كبير بحال البروجيكتور وطافي الضو طافي، وعندهم طوموبيلات مبلاصينهم بعيد على ديك البلايصه اللي غيشدونا فيها فهمتي، سامرين عليناهم مع كنقربوا عليه عدوا تقريبا بواحد 5 متر هو راه واقف لينا في الطريق، مع كيشعل داك البيل كيضرب داك البيل، داك البيل ضو وقاصح بزاف ضرب لينا في عينين بحال بيتي تشد جرنب بالبيل ولا الحجل ولا شي لعبه بحال هكا كتصيب، وكتسمع ديك الصطاب مع كنقلبوا الدوره عاوتاني نبغوا نرجعوا من جين، كنلقاو واحد جاي ورانا ثاني جاي صايقنا وحنا ما جبناش الخبر، علم الله من مناش هو جاي تابعنا داك خونا وما ردينا ليه البال، حتى هو خونا شعل علينا شعل علينا بيل من اللور، يعني حنا تلفنا ولينا بحال القنيه اللي ضويتي عليها في عينيها كتلف صافي تثبت في بلاصه بحال هكا، وحنا غاديين في الطريق وكاين الغابه من جنبنا من هنا ومن هنا والطريق مكروف هذيك البيستا، كلشي هرب على اليسار وكلشي بغى يدوز من بلاصه وحده، بنادم كله تعرم فوق بعضيات ودرنا كارثه عظمى، معنا عيالات دراري صغار مساكن كلشي ولا يبكي تقريبا، وتقريبا كلينا العصا ديك الليله الخوت ما رحموناش لحقاش، درنا محاوله بغينا نهربوا ما سلمناش ليهم راسهم، يعني راه بيتي تعذبوا من تايا الساعه ما سلت منا حتى واحد الخوت شدينا كلنا، وخا هما كان العدد ديالهم قليل دوك البوليس صافي شدونا الخوت، وانا كنت مسرح حدا واحد البوليسي على كرشي صافي، مني تعرمنا شي فوق شي كارثه عظمى درنا، دابا بنادم بغى يهرب
شي طلع فوق شي، كاين اللي تعطر غير بوحده، شي دخل في الشجار، شي كل واش وقع ليه بعدا راه ما سلت حتى واحد، ترونت. المهم الخوت بقينا مسرحين على كروشنا حنا كاملين، كاين اللي طايحين عليه ثلاثه الناس فوق منه. انا الحمد لله كنت هربان في جهه بوحدي بعيد على الجروب واحد شويه، الساعه تعطرتها بوحدي معاه، واخا كاع كون هربت وسلت راه ما نستافد والو، لحقاش غادي نكون غير بوحدي، يعني راه ما معايا لا صحابي لا حتى واحد، وراه ما غاديش يجي على قبل المهرب، يجي على قبل البلاصه واحد خاصو يهز كلشي في دقه هو. المهم الخوت دوك البوليس بقاو مدورينا وحنا كلشي ناعس على كرشو، ولكن طحنا في بوليس خايبين وحنا درنا الغلط كما قلت لكم، حتى درنا محاوله هروب، دوك البوليس قلبونا عصا الخوت، وكاينين شي عيالات مساكن بقاو يبكيو، كاينين معنا تركيات هاد المره واتراك، وكاينين افغانستان وكاين كردانستان. بصراحه واحد السيد هالكوع عصا مسكين، واحد اللي حاول حتى هو يدير محاوله علم الله من شدو، داروا ليه واحد المينوت صفر الخوت، واحد الصمطه صفراء، وهذيك الصمطه صفراء مشكله الا ما ينطوك بها، كتبقى معروف تمايا فاش كيحطوك تما، كتبقى معروف البوليسي اللي داز حداك كيعطيك صليعه، هذيك الصمطه كيعلموا بها شي واحد لا دار شي حاجه خايبه، كيولي اي واحد بوليسي داز حداك كيعطيك شي ركله شي صليعه كيستفزك. نكمل لكم كيفاش البلان الخوت تهلكونا عصا. واحد خونا كان كيصوني لي التليفون بغا شي يسكت، هو كيحاول واقيلا يجبدو ولا كيحاول يخبيه ولا يدير شي محاوله، وهو راه ناعس على كرشو، هو راه كيشوف فيه واحد البوليسي بحال هكا، وقال لي زقا، كل مره كيقول لي زقا، كل مره كيقول لي زقا، شاف تعيا داك البوليسي وهو يقطع واحد العصا من واحد الشجره، ومشى ليه بدا كيقلب فيه، بقى كينزل عليه حتى كنسمعوا مسكين بدا كيدير شي اصوات بدون شعور، شي اصوات ديال العصا ما عمرني سمعتهم، سمعتهم فيه درجة مسكين حتى وليت كنسمع ديك دخلت معاه صافي، طرقت داك البوليسي قلع واحد العرش ديال الشجره، سحب لك نجره ولا شي حاجه مشى ليه بيه ديريكس، هذه هي انت تاع شي زلاطو، هذا راه مشى ليه بعرش ديريكس بحال هكا ما من جورج فيه، هذوك دايرين هك كيكسل معاه. وكان واحد خونا تا هو مليوح بعيد علينا الخوت وناعس على كرشو وراه مراقبينو تا هويا، ومسكين ما عارفش اللونجلي، وحنا تقريبا كاملين ما عارفينش اللونجلي غير شي شويه، وهذاك خونا مسكين اللي بعيد علينا مره كيمشي بدا ينزل عليه تما بالركلات لابس البرود كان كيبدا يشتف عليه، وما عرفتش كيقول ليه وهو ما فاهموش، هو راه كيقول ليه نوض من تما واجي قرب حدا الجروب وتريح، ولكن خونا ما عارفش مسكين ما عارفش اللونجلي، وتا حنا نيت واحد ربعات المرات هو كيمشي كيركلو يركلو تيشبع منه ويرجع حدانا خايفوا لا يهرب، شي ثلاثه المرات هو كيمشي تريني فيه تقريبا، شاف تاعي هو يمشي يشدو هك هزو من هنايا من ظهرو هو يلوحو فوقي، هو يجبد عليه الفردي حطو ليه على راسو، وما حتاش قال لي واش ما كتحشمش ولا شي هنايا بحال هكا، هو يداشر هذاك مسكين ما فهم والو، تصور واش قال لي، قال لي مروكو مروكو، حيت بقى كينزل عليه مسكين بالكروشيات وحط ليه الفردي على راسو، خونا تزرع هذاك معانا مسكين مغربي مسكين ما عتقاتو هذيك مروكو مروكو، لحقاش كيسدونا وكيشدونا ويسولونا انتوما منين، كنقولوا لهم مروكو، مسكين ما فكاتو هذيك مروكو، هذيك مروكو خونا عرفوا بلي راه ما قاريش وما عارفش اللونجلي، داكشي علاش ولا طلق منه، والسبب اللي خلاه يبقى كيشتف عليه ويعطيه العصا هو انه السيد ماشي ناعس على كرشو، السيد قاعد فوقي بحال هكايا مسرح فوقي ومتكي بحال هكايا مسدني او كيشوف في البوليس هكا، والبوليس قاعد حاجه عندهم هي تشوف فيهم دوك الشوفات ديال الكلب، البوليس خاصك ديما حضر راسك واخشي راسك في الارض ودير لي ديك فوق راسك واسكت، البوليس ما كيخليكش دير شي لعبه باش تفاجئو، ديما هو يدير منك اتونسيون ما غاديش يخليك تفاجئو باش يرياكسيون، هو راه قاري عليك انت يا وعارف دماغك شنو فيه فهمتي. المهم الخوت داك البوليسي شاف تاعي ما عرفتش اش درت ليه انا تاجا، دار لي واحد الركله للكرش تزدحف، وداك السيد معاه كان فوقي وحق الله الا يسحب لي انا عمت تقطعت فيا النفس، ديك الزويه دخلت فيا، تصور هو يا لابس برود كان وتاجا دار لك الصدر ديالك الكرش تك، ترى شاتني بحال الكره صاحبي دخل فيا بالرجل، انت كنسمع ديك تك تهزيت انا درت هذاك السيد اللي معايا مسكين كيسحاب ليا مت حيت هو فوقي صافي شافني مابقيتش كنتنفس تقطعت فيا النفس، صافي الخوت هما يقول لينا يلا نوضو نوضو، بدينا كنوضو هكا كاين واحد الساكنه بعيد عليا هو ينزل عليا بالعصا، داك البوليسي هنا الراق وكيدوي باللونجلي وانا ما فاهمش اللونجلي، وكينزل عليا عاوتاني الراق جوج متابعين كتسمع طن طن، وليت كناكل العصا وما فاهم، هذيك الضربه اللي ضربني هنا زقلي طير ليا دروسي الخوت، وهذيك اللي ضربني هنا حتى هي سكراتني الخوت، هو يعاودني ضرب اخرى لليد هنايا الخوت طن، وتصور في هذه البلاصه الخوت اللي كيضرب فيها الضو وعجل لدرجه انها رقدت عليا ليدي واحد اللقطه، وكيدوي معايا وانا ما فاهموش ما فاهموش، حتى قال لي واحد الدري هز ساك هز ساك، هو اللي فاهم شويه اللونجلي، وانا اش كنت كنقول في راسي، هذا كيقول لي الساك انا الساك على ديالي الساك راه نهزو غيدور فيا شي واحد غادي نتسمى غير بحال بيت نسرقو، اش بيني وبين شي ساك انا. المهم الخوت كاين اللي طاح نوع صافي هنا تما في ديك اللقطه، ليله كحله كانت، عاوتاني نفس الشيء رجعونا خرجونا للشانطي، ماشي الشانطي حنا كنا اصلا في البيز، جات لعندنا واحد الطوموبيل اللي كتكون بحال الفارغونيت كبيره كيهزوك تاني تا لواحد البلاصه بها وكيحولوك عاوتاني في واحد البلاصه بحال الكار وفيها غير الكرياج ديال الشبيكه الخوت ديال الحديد وكيسدوا عليك،
وكيقصدوا بك عاوتاني ديريكت الحدود، الحدود ديال صربيا، وعاوتاني كيلوحوك في الحديد، كيلوحوك في الحدود عاوتاني، ونفس الفيلم خصك تضرب ديك 3 كيلومتر وتمشي عاوتاني لذاك ستاسيون تمايا وتشد الطاكسي عاوتاني وترجع للمخيم ديالك وعاوتاني شي خارجة وانت وزارك. وعاودنا نفس الفيلم الخوت ومشينا عاوتاني، وهذه المرة كان مشى لينا التليفون مشى لينا كلشي، لحقاش فاش كيرجعوك للحدود الخوت وكيبداو يصوروك في ديك البلاصة اللي قلت لكم باش كيصوروك من اللور، يصوروك من الجنب، ويصوروك من هنا بحال شي واحد قاتل الله يستر، داكشي ديال اخطار المجرمين. صافي الخوت كما قلت لكم صورونا خرجنا قصدنا عاوتاني داك ستاسيون عاوتاني، وبصراحه راه خسرنا شلا فلوس في داك الركوب ديال الطاكسيات. الطاكسيات كيبروفيتيو تما بالروج ولا ماتيرياليزيتي، كيحماقوا على الفلوس دوك الطاكسيات تمايا. عاودنا خرجنا خرجه اخرى عاوتاني نفس الشيء، الخوت قطع الحدود ضرب الطريق، والحمد لله وصلنا لنقطه التحميل. هذه المره مشينا مع واحد جوج ريبيريات واعرين، احسن ريبيريات غادي نشوف، احسن قيد غادي نشوف. مشينا الخوت مشينا تاني عاوتاني شي 3 سوايع تقريبا، وهاد المره ما كايناش الشباب تبارك الله، وكاين بنادم صحيح، ما معناش عائلات، ما معناش ناس ثقال هاد المره، الحمد لله الخرجه كانت ميسره. الخوت ما معناش بنادم ثقيل كما قلت لكم، بنادم كبير في العمر اللي ما غاديش يتمشى بيك دغيا، ولكن درنا واحد الاستراتيجيه اللي كيديروا هادوك الجريبيريات اللي ما كاين غير ربي والججره، وقبل ما تبدا في الججره كيقول لك نو ستوب، يقول لك البوليس ستوب، ما كاين ستوب بالججره، نو سبيك ما تهضرش. ومشينا مني دخلنا لديك الغابه الخوت وحنايا الطريق ما كايناش، ولكن داك الحدود ديك الليله الخوت كان مزير، قطعنا بواحد الصحه، قطعنا بصحه، واخا هما شارين السوق واقيلا دوك البوليس ابي يديروها بالعاني زعما احنا زامتينكم، وكان البوليس محيح على الجاد ديك الساعه الخوت فاش كنا كنرجعوا لداك ستاسيون وباش نركبوا في الطاكسي عاوتاني ونرجعوا للمخيم، كنلقاو ماشي احنا اللي راجعين، بزاف ديال الجروبات ديال الحراقه الخوت كنا كنلقاوهم خارجين، كما قلت لكم راه كاين بزاف ديال المهربين كيخرجوا الجروبات ديالهم الخوت، والحمد لله الخوت ضربنا ديك الطريق بسلام وكانت ميسره، وما كاين غير ربي الجرا، ربي والجرا، واخا تطلوات لي عاوتاني رجلي وخرجت لي عاوتاني الشوفيه واخا هي ديجا خارجه، ولكن اش غدير، عضينا في الصبر واستمرينا وكافحنا وصبرنا، والحمد لله راه وصلنا نقطه التحميل، وصلنا لنقطة التحميل بالليل، وكانوا معنا التركيين هاد المرة الخوت، ما كاينش معنا شي مرة كاع، وصلنا لديك نقطة التحميل بالليل الخوت، كرفسنا بزاف، صبت علينا الشتاء، بقينا كنتسناو حتى الصباح، ما تهزيناش بالليل، تهزينا بالنهار، استغربنا بزاف كيفاش تهزينا بالنهار، أو أول مرة نشوفوا شي حركة بالنهار، بتنا الليل كامل تما في ديك النقطة الخوت، من تما ديال التحميل، مخشيين في واحد الشجرة الخوت ومخبيين، صبت علينا الشتاء، ما عندنا لغطا لا والو، بدنا نترعدوا، عانينا بزاف، بصراحة تكرفسنا بزاف الخوت، ولكن من وراء الصبر كتفاجأ، إن بعد العسر يسر، ولا ما كانش العسر، راه ما كانش اليسر، الحمد لله الخوت هذوك الريبيريين عيطوا لذاك المهرب، المهرب جانا تمايا. تهزينا المغاربة ومن الأولين والتركيين والأفغان بقاو هما الآخرين، لحقاش حنايا الخوت راه عيينا لدرجة أنه ولا كيبان لنا دايرين لنا قالب حنايا، بحال حنايا كيديرونا طعم، طعم لدوك البوليس كيسبقونا حنا الأولين باش نتشدو ويدوزوا على دارنا جروبات أخرين، بحال كيبروفيتيو فينا يستغلونا، حنا نشعلوا معاهم قلنا ليه واش هاد الشيء، دوزنا أنت يا صاحبي واش تبقى دير لنا هكا يسحب لك حنايا، هاد الواد كتجينا في الواد ولا هاد الفلوس كتجينا من الواد، المهم نغزنا العافية الخوت، نغزنا المجمر باش يتزند العافية، وجاب الله التيسير الخوت، جانا داك الخطاف الخوت كما قلت لكم مع 10 الصباح تقريبا، مشينا طلعنا في ديك الطوموبيل الخوت حنا شي 11 واحد، حنا 5 المغاربة وزادونا 6، ولينا تزادونا مغاربة أخرين تتلاقاو معانا، كنا لقيناهم في داك الكام ديال برانسيبار اللي كاين في شيد في صربيا الخوت، المهم الخوت زادونا واحد جوج مغاربة، لا ماشي جوج مغاربة، 3 المغاربة يا ربي، والباقية كل أفغان وباكستان، المهم حنا 11 واحد تزاحمنا صحة في حط الطوموبيل الخوت، واتكلنا على الله، داك خونا ما داناش مع شي شانطي ولا شي حاجة غادي بينا على الخلع على البيست، ما كاين ربي والبيست، ولكن كان شيفور واعر تقريبا الخوت، ماشي تقريبا، بغيت نقول لك شيفور بمعنى الكلمة، عجيزا لساني عن التعبير، صراحة كنحس براسي عييت واحد شوية الخوت. حاولوا انكم تقدروا المجهود اللي درت الخوت، شي جي مشي لعيبه شي بحال هكا، شي بارطاج وشكرا من القلب، راني كنقدركم الخوت، بصراحه هضرت بزاف حتى ولا كيضرني راسي الخوت، ولكن كوميم الصبر ما عندنا ما نديرو، ولينا ضربنا ديك الطريقه الخوت، طريق كامله مدردزه، كما قلت لكم خونا غادي بينا على الخلع البيست، ما كيمشيش مع شانطي في ديك هنغاريا، والحمد لله الخوت تمشينا تقريبا، ماشي تمشينا غادي مهزوزين ولكن معذبين، عاتاني رجلينا بحال هكا كي قاعد انا دابا الخوت، تصور كيما ركبتي ديك الركبه الاولى هي اللي بقيتي قاعد بها تهبطتي تقريبا، راه قلت تقريبا تهزينا مع 10 الصباح، راه ما حطنا داك خونا حتى الربعه د العشيه بحال هكاك، راه شوف شحال ديال الوقت وانت جاي تاني رجليك، راه شي حاجه اللي رجلينا ضروري خاصك توقف وتمشى والدم يدور فيهم، وفهمتي راه ماشي ساهله باش تبقى قاعد في بلاصه وحده، راه ما خطا لك التناع الصافي، اما راه تاني رجليك وقاعد على رجليك وفهمتي العذاب، المهم الخوت القران، القران غادي كنقراو القران في خاطرنا،
إلا بذكر الله تطمئن القلوب، وباش ربي يبعد عليك المخاطر والمصائب والشر. ما كان عندي لا تليفون لا والو ديك الساعه الخوت، التليفون كان تشد ليا نيت تما في ديك الخرجه ديال هنغاريا. كيفاش كان تشد ليا التليفون؟ ماشي تشد ليا الخوت، كان هرسوا ليا بوليسي الخوت. بوليسي مني بغي يركبني الكار، انا نسيت التليفون هنا، هو يقلب لقاه يسحب لي انا بغيت نخبيه ولا نصور به لداخل ولا شي حاجه، هو يقول لي تليفون، هو يشدو هكا ورد سوب حكا مع الكاميو الخوت. بقى في الحال بزاف الخوت، داك التليفون فيه شلا تصاور شلا فيديوهات ديال الكام شلا ذكريات، هو حرمني منهم. في كارطة انترناسيونال ومعبئها كما قلت لكم الخوت، غادين في الطريق. الصراحة ما عنديش التليفون باش نشوف المابس، نعرف راسي فين وصلت، نقرا البلايص اللي دزنا عليهم. كما لاحظتوا في الفيديوهات ديما كنقول لكم هذا يامبول، هذا بورغاز، هذه صوفيا مثال، كنسمي لكم فيلاجات ونسمي لكم كاع دوك البلايص اللي دزت عليهم. لحقاش ديك الساعه كان عندي تليفون وكنقرا البلايص. اما ديك الساعه الخوت راه ما عندي لا مابس لا والو. حاجه اللي وحده عرفت هي وصلنا للعاصمه بودابيست، العاصمه ديال هنغاريا. شي واحد تما كان عنده التليفون وانا نسمعو، قال لصاحبو قال لي راه حنا في بودابيست، قال لي راه ما بقى لينا والو للحدود الحمد لله. بقينا كنبقى غادي بينا داك خونا الخوت، وقف في واحد الستاسيون قال لك ما تحركوش ما تزعزعوش باش ما تزعزعش الطوموبيل ويعرفوا راه فيها مهربين. بقينا مطاكين الخوت وما كاينش تنفنيف في ديك الطوموبيل وزمت صافي. خونا دار المازوط ديمارا زاد، خونا كيولي غادي بشويه ماشي كيدير داك التهريب ديال غادي معيق باش يشوفوا بنادم ويثير الانتباه ديالو ويقول هاد خونا مالو ويتبعو، فهمتي؟ كيمشي بشويه وكيتلاق الموسيقى ديالو فشي بلايص، كيستغل الفرصه وكيعزف على البنو البلايص اللي ما فهمتي ما معيقينش، بحال لا طروط ولا شي حاجه بحال هكا شي حاجه. هذه هي الاستراتيجيه اللي كان داير داك خونا وراه مزيانه. الحمد لله الخوت وصلنا لواحد السكه ديال التران، بقينا واقفين احنا ماشي هابطين في الطوموبيل نيت، وكنشوفوا ديك السكه ديال التران وبقينا مخلوعين كنتسناو تيدوز التران باش نعبروا حنا داك الشانطه يدوز بينا داك خونا. بقات واحد شويه الخلع عليه، يجيو شي بوليس ولا شي حاجه يعرفونا، حيت غاديين حنا قاصدين جيت الحدود، حيت ما بقى كان ما بقى لينا والو نوصلوا للحدود. الحمد لله الخوت داز داك التران، خونا صافي طلع من فوق ديك السكه دازنا، ما بقى لينا والو للحدود. الحدود راه ما كاين لا حدود لا والو، كتمشى حتى هي حتى كتدخل للنمسا وصافي. بقينا كان غادينا الخوت، وصل لواحد البلاصه فيها الحرت، الطوموبيل صافي ما بقاتش قاده تزيد، وهو مكسيري ليا صافي هبطنا، هو يصورنا حسبنا صافي. قلنا ليه قداش الحدود حيت ما عندناش التليفونات، قال لك هوك صافي حنا نمشيو كنجريو، قال لك الجرا. قلنا ليه واش نجرو ولا شنو نديرو؟ قال لك دبر راسك، ولكن من الاحسن تجري، خاصك تجري، راه هذيك نقطه صعيبه وتشد فيها راه ما يرحموكش، راه يردوك. ما كاينش درتي التسليمه راه جايب الفلوس، لا عافاك تعذبت، الا لقاوك البوليس ما يرحموكش يرجعوك داكشي كامل اللي ضربو يضربو لك في ساعه ولا شنو يرجعوك لصربيا. الحمد لله الخوت كي وصلنا تمايا عبرنا داك الحدود، مع كتعبر الحدود كدوز الكوبتير ديال النمسا، كتعرف بلي راه شي حد داز من تمايا، كيكونوا شي حساسات ولا شي حاجه بحال هكا تمايا الخوت. المهم اي واحد في داك الكام سولناه قلنا ليه واش دازت عليكم الكوبتير، قال لنا كي كتعبر الحدود كي كدوز عليك الكوبتير كتصورك، كتفوت ديك الكوبتير ما كتفوتك هي كترجع بحالها للمدينه، انت كتبقى تمشى كتلقى واحد العسكر واقف تما ما خصكش تهرب وياك تهرب. مشينا عند داك العسكر، معنا واحد خونا كيعرف يدوي باللونجلي، هو يدوي معاه قال لي واش العسكر ديال اوستريا هذا، يوستريا بالسبانيونيه على النمسا وسميتها اوتريتش او الثاني باللونجلي اوتريتش. قال لي واش هذه اوتريتش؟ قال لي هو يقول لي مرحبا بكم. وقفنا عند داك العسكري ستفنا واحد واحد، بقينا واقفين حداه، هو علق لينا واحد البراسليات في يدينا صافي. الخوت داك العسكري اجباري علينا، خصنا ما نهربوش ليه ولا شي حاجه، خوفين بالضرب كاع انت تبع صافي راه غير وقف غيدوك غيبصموك وغيتلقوك تما اجباري تبصم الخوت، ضروري خصك تبصم ولا رجع بحالك صافي. الخوت وقفنا عند داك خونا علق لينا شي براسليات في يدينا فيهم شي سيريات بحال هكايا، واحد شويه جا العسكر الاخر عاوتاني فيهم شي عسكريات وعساكريات، ع شباب شدونا فيريفيونا قلبونا واحد واحد، ياك مهز معاك شي حاجه كتحط كاع داكشي اللي عندك نتايا، تليفونك باورك بانك شي تليفون شي فلوس شي حاجه بحال هكا، كيخشوا في واحد الجواهمه وكيكتبوا عليه سميتك وصافي. وكتبقى واقف تمايا كتسنى شي ساعه تقريبا، كيجي عاوتاني واحد الطوموبيل كتشارجيكم كديكم عاوتاني لواحد الكام، كام كيتسمى كام اجباري، هذاك هو الكام اللي كتبصم فيه كتبات فيه ليله تقريبا بحال هكا، وكتبقى تسنى. داك الكام ما فيه لا دوش لا والو، فيه روبينيات باش كتغسل الخوت بحيت، فيه طواليطات فيه باش تقضي الغراض، كيعطيو الماكله كيعطوك طريف ديال الخبز، واحد حكيك صغير ديال الكاشير بحال هكا ما عمرني شفت بحالو، غير باش كتضمق القضيه بين لما تبصم ويدوك الكام اللي حسن منه. كام كيتعطاو فيه الحوايج كيتعطى فيه الفلوس،
كل ما قعدتي مع عندهم بزاف كيبقاو يعطوك واحد 100 اورو بحال هكاك 50 اورو كيعطوك الحوايج كيعطوا الماكله كلشي. المهم كنا كنديبانيو بديك الماكله اللي كيعطونا الخوت بقينا في داك الكام تمايا اجباري محاصر بالعسكر محاصر بكلشي ما عندك فين تمشي صافي مزير. بقينا بتنا واحد الليله تما الخوت من بعد دوها بصمونا ومن بعد صافي كتولي عندك الحريه واش بغيتي تمشي بحالك نيت تمايا النمسا كمل بوحدك سير الطاليان ولا بيتي هما يدوك الكار كيهزوا الكار كيدوك لواحد البلاصه ثاني المدينه سميتها فينا سنترال اللي هي العاصمه ديال النمسا سميتها غير فينا ماشي فينا سنترال. فينا سنترال كاينه حدا فينا مشينا لديك فينا الخوت هزنا الكار كيقول لك واش بيتو نديكم الكار ولا بيتو نديكم المحطه. حنايا مشينا للمحطه الخوت تمايا من بعد ولينا بدلنا راينا بقينا كندورو في ديك المحطه احنا نمشيو عاوتاني للكام ما مشيناش للكام ما كيدوكش للكام ديريكت كتمشي عاوتاني لواحد الكام اللي كيكون دايره بحال الكراج وفيه كلشي ماشي ما فيهش الغرفات ولكن فيه طواليطات وداكشي وين كم فيه لا دوش لا كل اللي بغيتي لا والو كتكون ماكله وحده كتعطى في الفطور في الغداء في العشاء في كلشي. دوزنا في داك الكام الخوت نهار تقريبا بتنا فيه ليله داك الصباح الاخر كيجيو يدوك لواحد البلاصه عاوتاني فيها البوليس خاصك عاوتاني تسيني على شي شروط وشي لعيبات وتعطيهم بزاف ديال المعلومات عليك كيسولوك على جيتي وهادي وهادي ومن الاحسن كنا كملنا الطاليان بلا ما نمشيو عندهم نضيعوا الوقت تمايا فهمتي. ومشينا الخوت عطيناهم دوك المعلومات كاملين شدونا صافي قال لك دابا راه يمكن لك تمشي للكان كيعطوك واحد هذاك الكام هما اللي كيختاروه ليك ماشي انت اللي كتختارو هما اللي كيختاروا لك كام تقدر تكون انت جاي انت وعشيرك ويفرقوك عليه هو يصيفطو الكام وانت الكام وكل كام في مدينه ماشي قرار لبعضيات. المهم الخوت حنا كنا شي خمسه فرقونا صراحه بقينا حنا واحد ثلاثه مجموعين حنا ثلاثه بحدنا اللي صيفطونا الكام واحد مجموعين وصافي مشينا لذاك الكام والحمد لله الخوت كلينا شربنا عطاونا الحوايج تهلاو فينا كل شيء بخير وعلى خير. ومن تما الخوت قبل ما تمشي لذاك الكام فاش كيعطوك ديك الورقه ديال سميه ذاك الكام اللي غتمشي ليه كيعطوك فيها واحد اللعيبه كتكون فيها 24 ساعه طلع في اي تران بغيتي فابور كتوريهم غير ديك الورقه في اي ترامواي اي تران اي حاجه على حسابهم. قضينا الغراضه الخوت مشينا لواحد الكام قريب لالمانيا الخوت كما قلت لكم الخوت مشينا لواحد الكام قريب لالمانيا كله وفين مشى بقينا في داك الكام الخوت داك الكام مات في واحد المدينه سميتها انزبروك في النمسانيت اوستريا اوتريتش وصافي وبقى تما وتشتتنا كله وفين زاد كنا زينا بزاف ديال الدراري عاوتاني لقيناهم مغاربه كله ولا فين زاد شي زاد الطاليان كله واش من طريقه مشى بها تما راه صافي راه تقدر تحرقها في صافي راك حتى في الاتحاد الاوروبي غير كتلقى واحد الصعوبه باش تدخل لايطاليا مثلا كله وكيفاش زاد التران تمايا خاصك تركب بلا ما تخلص ماشي ضروري لا ضروري غير كتحرق فيه فهمتي الا حصلوك راه كيهبطوك في المحطه اللي اقرب محطه كيهبطوك فيها. وانا غنساليو الفيديو ديالنا الخوت من تما راه صافي كتعيط للعائله ديالكم ولا شي واحد يجي يديك ولا فهمتي شي واحد اللي عندك في اوروبا راه كيجي يديك بالطوموبيل وصافي من تما سالات الرحله ديالنا الخوت حنايا صافي قضينا الغراض العائله فهمتي كل واحد وشكون جداه صراحه كيبقى في اللي ما عنده حتى واحد تمايا بصراحه صعيبه ماشي شي صعب نيت ولكن كيبقى فيك فهمتي واحد المساله عاطفيه يعني ما كاينش كي غيدير الاغلبيه راه حل عيني في اوروبا ما عنده حتى واحد لا حنين لا رحيم بحال هكا بهذا المصطلح من نهار عقل على راسو وكينعس في الزناقي ووقف على رجليه غير بوحده يعني بوحده تلونصا وصل داك الشيء اللي بغى. والله يسهل على الجميع الخوت كنتمنى تعجبكم هذا الفيديو طولت عليكم سموحات هذا الشيء علاش ما كنتش غندير هذا الجزء راه صافي كنعتذر بزاف كنقدركم بزاف ما تنساوش لايك سبسكرايب بارطاج وكنبغيكم بزاف.